بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وحلقة ديني سقالات موضوع ديني تعاليم تإسلامك وحنكو سوقاتنا هنا فضل عشر الأوائل من ذي الحجة فضلك إيا خيرك كسوغا طبعا كمال أوه الرئيس بش ذي الحج أم بش عرفه الله تبارك وتعالى وكل دارتي فجرك يطبان كمالين والفجر وحان كل دارنا يا وبرغة حلق صلاة الصبح سو افتي ميسة فجرك ايان كل دارنا يا رب تبارك وتعالى يا وليال هبينو عشر او طبانة هبين ناس علماء مفسرين تأه وحي أبدين إن أيهين هبين ناس طبعا كأه يعني هبين ناس أجوه الرئي بشة ذي الحج طبعا كمالين أجوه الرئي بشة ذي الحج هبين ناس هذا وليال عشر وحنكو دارنا يا وليال هبينو عشر أو طبنا الله تبارك وحد وتعالى وحي أو كردارتنا وحاد يعني قركر وحان قركرنا إن أهمية قار إليهين مهمة قار إن إليهين طبن كأغهر ريا بشة ذي الحج أنبا مالمه أغهر ريا بشة ذي الحج ومالمه يعني مفضل أو فضل بدن أو عملك الله تبارك وتعالى يعني أجرك لجهلاي ثوابك أو لبلاباي رب تبارك وتعالى وحان الصنعة طبعا كاسم الموت إن يعني دلال بدن أو موجيو قف كست أو مسلمة مؤمنة دلال ديري أو كم موجيو عبادة ده أعماش يعني خير كائن وبضيه بشتى أنواعه يعني أعماش عن بعبادة ذا نوعية ذا كل دوان إن وبضيه يعني أعماش خير كأعماش برجع إن وبضيه طبعا كان مالموت بشة ذي الحج وجوه الرئي وطبعا كأوفض بدن من أيام الدنيا مالمها أدونك سندك وسدح بقول يكنتن يأفر مالن تقريبا وسدح بقول كنتن يأفر مالن تقريبا يعني سندك إسلامي أم بهجري تراداس وحاقوفض بضان طبانك مالن أغوه الرئيسة بشة ذي الحج أيا أه طبانك أغفض بضان من أيام الدنيا مالمها أدونك طبانكاس أيا أغقيم بضان أغفض بضان الله تبارك وتعالى خلقك أسيقى أبوري هبينك إمالنت أسيقى أبوري بن آدمك أسيقى أبوري وحان أجيدن وحانان أجيدن أو خلقي الرب تبارك وتعالى أيا أبوري خلقي قار كمدا قار ككلا أيو كفضل لي رب تبارك وتعالى بن آدم أو كلا أنبياء أيا رب تبارك وتعالى فضل لي أنبياء نوحو كسي فضل لي يعني رسوشة أو أولو العزم وحو كسي فضل لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ملائكة أو ترضو الله تبارك وتعالى كل جيس أق
وحو كفضلي يعني سيد جبريل مالما أيو أبوري ربي تبارك وتعالى وحو نفضلي مالما هان يعني عشر الأوائل من ذي الحج طبعا كمالين أيوه الرئيسة بشة ذي الحج أم بشة عرفه هبينو أبوري وحو فضلي هبينك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر هبين كاس أو كخير بدن كان قيمة بدن كن بلود كقيمة بدن مرك رب تبارك وتعالى أسيغا خلقك أبوري قار كودا قار كالو كفضلي طبعا كان مالين أغوه الرئيس بشة ذي الحج أم بشة عرفه سدا يعني سومالي دا يتقان وطبعا مالين يعني طبعا كأغوه فضلي بدن من أيام الدنيا maalmaha adduunka tobankaas ayaa ugu qiimo badan ugana khayr badan nabiga calayhi salaatu wa salaam wuxuu noo dardaarmay inaan ka faa'iideysano xadiiska abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma oo soo saaray abu daa'uud ibn maajah iyo gairkooda wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wa salaam maa min ayaamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء حديث كاس وحديث واضح أو قيحية فضلك إيا قيمها أي ليهين طبعاً كمالين أغوه الرئيسة بشة ذي الحج نبيك وحور ما من أيام مال مال مجران العمل الصالح فيها أحب إلى الله مال مهاس أو عمل صالح قفك مؤمنك مسلمك أو كسمي نحذوضة أو إلهي أو كريج إعلام بذنية من هذه الأيام مال مهان طبعاً كأه أغوه الرئيسة وعشر الأوائل من ذي الحج عمل لسميه قفك مسلم كمؤمن كعمل أو سميه يعني عمل كأو سميه مالمهن لحدودة أي الله تبارك وتعالى أو جعلان بلين هاي مالمها كالي سند كأي صحري ها ما من أيام العمل الصالح في فيها أحب إلى الله من هذه الأيام نبي عليه الصلاة والسلام أصحابته مركز أو وحوش شيء جاي وحي ويدي سؤال وحي نيرهن يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني جدك إلهي ألا درتي إن لو جهادا حتى مالمهن ما فضل بضن أو مالمهن ما قيم بضن جهادك حتى ما كفضل بضين مركز النبي وحور عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله جهادك حتى ويكفل بذيهين ويكقيم بذيهين طبعا كان مالين إلا رجل نبي وحو صور ريبي جهادك وحو كصور ريبي إلا رجل قف خرج بنفسه وماله نفتيس إحوله سجهادك يعني لا آذي أو فلم يرجع من ذلك بشيء وحنا أن لصور لابا عسكنا وكصور دنتي حوله نماشي كصور بابئين ننكاس مؤغي ننكاس أي فضل بدن لكن حتى جهادك إن مالمان أي فضل بدنهين أي نبي عليه الصلاة والسلام أو شيغي مارك عمل قف مسلم مؤمن أو سميه أو كقيمة بدن مالمان لحظو ذا مجرو عمل كمالمان طبعا كمالين أي حد عن كجرنو أي بلو وقه يعني كخير بدن أو كقيمة بدن مجرو أعماش أغو خيرك بدن أغو قيمها بدن قفك مسلمك أو سمينايا وطبان كان مالين لحدود أعماش أو سمينايا سيداس درتيدا نبي عليه الصلاة والسلام وحونا أمرين لبضيو يعني أعماش عبادة سيدا صلاة إيا صونك إيا خيرك إيا عباداتك نوعيضو دا كالدوان إن لبضيع يا نبي عليه الصلاة والسلام أمدي سكتر ترسي صونك وحوكم ذي هاي يعني من الأعمال الصالحة أعماش ونواناكسن أي يعني كم ذي هاي
قفك مسلم كإلهي درتي سمركو أصومه وعمل صالحة أعماش صالحة أي وهرية سداس درتي ذو حافل بدن وقيمة بدن قفك مسلم كفرصة وهلي كرة إن سجال كمال مود وهرية ستبان كان مال مود أو صومه لقصو بالله كودة بشة إلى مالك سجالك أو أسيق فل جارة له فل جارة يكسو أروري مالك طبانك أه ومالك عيدة أسيق يعني مالكاس إن لصومه وحاران عيدينك إن لصومه وممنوع نبي قوار ربي صلوات ربي وسلامه عليه أما سجالك مالك أو أي وهر رئيس مالك كواد بشة الحج إلى مالك سجالات إن يعني خير كدتك أي بديان أعماش أي بديان عبادات كنوعية ذلك لدون أي بديان حدي صلاة أي أهل الهيد حدي قفك صدقة إنه بحية أي أهل الهيد حدي قفك قرابة إنه حريري أي أهل الهيد حدي قفك مساكين إنه عاوية أي أهل الهيد إن يعني عباداتك وحيابها الله تبارك وتعالى اللو قده واذو إن يعني اللبضيه أي نبي أمد عمري صلوات ربي وسلامه عليه إن يعني دذالك ديريقة طبان كان مالين نحضو ذا لبضيه طبان كان مالين علماء قار وحي كتغين إن حتى أي كفة لبضيهين العشر الأواخر من رمضان وحافظ بدنا يرهن العشر الأوائل من ذي الحج بعدما النبي أو يري يعني مالمها أدونك مالمها أوفظ بدن إنا يهين علماء قارن وحي كتغين وحافظ بدن العشر الأواخر من رمضان طبعا كدن بش رمضان أياك قيمة بدن طبعا كان وحي إيمانا يان بعد العشر الأواخر من رمضان لكن علماء وحي يعني كجمعيين لبدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي كجمعيين إن مركا ليراهدو مالمها أيهين كوفة لبضان مالمهان العشر الأوائل من ذي الحجة أيهين كوفة لبضان بعدما النبي أوري صلوات ربي وسلامه عليه أفضل أيام الدنيا طبعا كان مالين يعني وحيهين كو فضل بضان يعني أدونك معلمها أدونك كو فضل بضان إن يهين أي نبي أو شيغي لنا عكالان مرك الله إيغو حق هبينك العشر الأواخر من رمضان أي فضل بضان لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر بالنسبة لليالي هبين إذا مرك الله إيغو عشر الأواخر من رمضان أي فضل بضن لأن فيها ليلة القدر أي كسغن التي هي خير من ألف شهر تاسو كخير بضن وكقيمة بضن كم بلود عبادة الله سميه مرك علماء ذا سداس أي كجمعيان مرك مالا لأيقوح فضل بضن العشر الأوائل من ذي الحجة مرك هبين لأيقوح فضل بضن العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر علماء السيدها سيكون جمعيا علماء المركب سيكون تقين إن يعني سنة أي تحيصون كإنه سنة يهي سقال كمالين أقوه الرئيسة بشة ذي الحج إن يعني لصومة إنه سنة تحي أحاديث قار علماء أي ضعيفيان سيدة حديثك جنيدة سيدة حديثك هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنه صومي يعني سقال كمالموت وهو الرئيسة بشة ذي الحج لكن علماء بدن أي ضعيف نيسا لكن صومك سيقود وحكم ذيهاي من أعمال الصالحة سيدة أصدرت هذا علماء ذو وحي إسكوا فقصيهين فقه هذا وحي إسكوا فقصيهين إن سقالك معلومات وهو الرئيسة بشة ذي الحج إن لصومه إن يصنطه مالك سقالات أسيق فضائل قارة أي بكسو أروري إن شاء الله تبارك وتعالى يعني محارضة رأينا وكسو قادة دوننا مالك علماء وحي متفقوا يهين
sagaalka maalin in la soomo maalinka tobanaad waa yowmu naxri asiga in la soomo ma banaana in la soomo ma banaana marka siyaamu yowmi carafa asiga waxaa mutafiq ah in sunno ay tahay sunnanimadiisa inay mutafiq tahay marka qof kasta oo awoodi waaya in sagaalka maalmood yacni dhammaan uu soo soomo maalinka sagaalaad oo ah maalinka yowmu carafa inuu soomo uu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa maalinka sagaalaad soonkiisa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi axtasibu cala allaah alla ayaan ugu ajir xisaabsanayaa an yukafira sanata alatii qabla wasanata alatii bacda sanadka maalinkaas ka horreeyey inuu dembigiisa ku asturo iyo yacni sanadka ka dambeeyo inuu ku asturo sanadka maalinkaas yowmu carafa oo qofka uu soomay ka horreeyey 12 bilood oo ka horreysa in yacni wixii sayi-aad aho khati-aada dunuub yaryarow ah in alle uu ku cafiyo iyo sanadka ka dambeeya marka waa fadli dheeri ah waa fadli oo dheeri ah marka waxaa la rabaa qofka awoodi waaya kowda bisha dilxij ilaa sagaalka bisha dilxij inuu soomo awoodi waaya fursad u heli waaya maalinka sagaalaad inuu ka faa'iidaysto waxaase qiimo badan oo fadli badan laga bilaabo kowda bisha ilaa sagaalka bisha qofka inuu soomo acmaasha alle loogu dhowaado tabaaraka wa tacaalaa noocyadooda kala duwanna uu ku dadaalo tasbiix iyo tahliil iyo takbiir iyo taxmiid iyo salaadaha iyo sadaqada iyo qaraabada xiriirinta iyo masaakiinta caawintooda yacnii cibaadaadka alle loogu dhowaado noocyadooda kala duwan qofka inuu ku dadaalo ayaa la rabaa qofka inuu ku dadaalo ayaa la rabaa tobanka dambe qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu kaga faa'iidaysto atawbatu saadiqa towbad sax ah inuu alla u laabto tabaaraka wa tacaalaa dunuubta alla oo weydiisto inuu u dhaafo yacni dembi dhaaf allah tabaaraka wa tacaalaa inuu weydiisto ayaa la rabaa inuu ugu faa'iidaysto tobankaas maalin dhexdooda bacdamaa fadligaas dheeriga ah ku soo arooray in yacni allah tabaaraka wa tacaalaa inta tobanka ah dhexdooda aad ku jirto towbo run ah qofka inuu la yimaado ayaa la rabaa waxaa la wixii dunuuba alla ugu tawbad keeno inuu yacni go'aansado inuu ka faa'iidaysto maalmahaas tobanka ah ee ajirkooda la laablaabaayo ajir dheeri a laga helaayo maalmaha ugu fadli badan maalmaha adduunka bacdamaa ay yihiin nebigan uu noo sheegay sidaas salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi marka inuu kaga faa'iidaysto qofka muslimka ah maalmahaas bianwaaci alcibaadaat cibaadaadka noocyadooda oo alle loogu dhowaado inuu kaga faa'iidaysto albucdu can almacaasi macsiyada inuu ka fogaado iyo yacni caasinta inuu ka fogaado inuu ugu faa'iidaystaa la rabaa fadliga marka ku sugan alcashru alawaa'il min dilxija fadliga ku sugan waxaa ka mid ah anna allaha tabaaraka wa tacaalaa aqsama biha rabbi tabaaraka wa tacaalaa ayaa ku dhaartay maalmahaas alcashru alawaa'il min dilxija allah tabaaraka wa tacaalaa ayaa ku dhaartay marka wixii alle uu ku dhaartayna yacnii qiimaha yacni inay qiimo leeyihiin oo dadka nafci ay u leeyihiin ayaan ka qaadan karnaa anna allaha tacaalaa aqsama biha allah wuxuu ku dhaaran karaa khalqigiisa iyo waxa uu abuuray laakiin qofka bani aadamka muslimka ah magaca alle iyo sifada alle waxaan ahayn kuma dhaaran karo marka allah wuxuu ku dhaartay habeenadaas yacnii tobanka ah walaayaalin habeeno cashrin oo tobana marka qiimaha iyo qadarinta ay leeyihiin ayaad meesha ka dareemi kartaa annaha alayaamu almacluumaat allatii sharaca fiiha dikru waa maalmo macluumaad ah waa maalmo la og yahay yacni maalmo oo macluumaad oo la og yahay waaye oo allatii sharaca fiiha dikruhu allah tabaaraka wa tacaalaa ou yacni jideeyey
xuskiisa iyo in alla tabaaraka watacaala la huso. Fadliga kale anna rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam shahida lahaa maalmahaas waxuu nebiga ugu markhaati kacay biannahaa afdalu ayaami dunya, maalmaha adduunku maalmaha ugu fadli badan inay yihiin tobankan ugu horeeya bisha dilxij, maalmaha ugu fadli badan inay yihiin. Anna fiiha yowmu carafa, maalmaha tobankaas maalmaha ugu horeeya bisha yacnii dilxij waxaa ku jira yowmu carafa, maalinta carafo ayaa ku jirta maalinkaas oo qofka haddii uu soomo yacnii allah tabaaraka watacaala yacnii dembigiisa sanadka hore iyo sanadka dambaba u dhaafaayo. Sanadka maalinka ka horreeya 12 biloodoo maalinka ka horreeya 9aad iyo 12 biloodoo ka dambeeya allah tabaaraka watacaala dunuubtiisa iyo khatiyaadkiisa waa ku dhaafa. Anna fiiha yowma naxr, waxaa ku sugan 12 maalmood waaba maalinka ugu dambeyse yowmu naxr, maalinka tobanaad, maalinka tobanaad oo fadli dheeri ah ayadana ka soo arooray ayaa ku sugan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi acdamu layaami cinda allaah, maalmaha waxaa ugu weyn alla agtii maalmaha waxaa ugu weyn yowmu naxr, maalinka tobnaad ayaa ilaahay agtiisa maalinka ugu weyn waay maalmaha, maalmaha adduunka maalinka ugu weyn maalintaas waay. Thumma yowma alqar, maalinka lagu magacaabo yowma alqar waa maalinka koowaad, waa awalu ayaamu tashriiq, maalinta ugu horeysa 3 maalmood ee ayaamu tashriiq la yidhaahdo, maalinka ugu horeeya oo loo yaqaano yowma alqar. Lianna annaasa yastaqiruuna bimina, yastaqiruuna fiihi bimina, maalinkaas dhexdiisa dadku waxay ku sugnaanayaan mino kadib markii ay kasoo laabtaan tawaafu lifaada oo mino ay kusoo laabtaan si yacnii 3 maalin ay u tuurtaan dhagxaanta. Lianna annaasa yastaqiruuna fiihi bimina waxaa loo yaqaanaa marka yowma alqar waa maalinka ugu 11aad ee bisha dilxij, waa maalinka ka dambeeya yacnii yowma naxri, maalinka ka dambeeya yowma naxri ayaa alla agtii ku weyn maalmaha, waxaa ku xiga yowma alqar maalinka yacnii 11aad. Waxaa kaloo jira oo ku sii xiga yowma nafri alawal, maalinka lagu magacaabo yowma nafri alawal waa maalinka 12aad ee bisha dilxij, iyo yowma nafri thani waa qofka waa aayadda rabbi tabaaraka watacaala uu leeyahay wadkurullaaha fii ayaami macluumaat faman tacajala fii yowmayn waa yowmu nafri alawal. Yowmu nafri thani waman taakhara falaa ithma calayhi, faman tacajala falaa ithma calayhi waman taakhara falaa ithma calayhi. 2 maalin qofka markuu tuurto inuu baxo dhib ma laha, maalinka 3aad hadduu ku darana dhib ma laha. Marka tuurashada waaye maalinka ayaamaha la joogo mino 11aad, 12aad, 13aad. Fadliga cashru alawaa'il waxaa ka mid ah ijtimaacu ummahaatu alcibaadati fiiha, cibaadooyin waaweyn ayaa ku sugan. Sidaas darteeda fadligeeda yacnii fadliga dheeriga ay leedahay waxaa ka mid ah waxaa ku sugan maalinka 12 maalmood ee ugu horeysa bisha dilxij ijtimaacu ummahaati alcibaada fiiha. Waxaa ka mid ah yowmu tarwiya, maalinka 8aad oo la aadaayo xagga iyo mino oo yacnii lagu magacaabo yowmu tarwiya waa maalin alla agtii qiimo ka leh. Waxaa ka mid ah yowmu carafa, maalinka carafa la taagan yahay, maalinkaas oo nebiga calayhi salaatu wasalaam sheegay waa maalinka ugu badan alla addoommada ugu badan oo cafinaayo naarta ka cafinaayo, addoommada ugu badan allah tabaaraka watacaala wuxuu naarta ka cafiyaa maalinka yowmu carafa ayaa ku jirta 12aad. Waxaa ku jirta amba ka mid ah yowma naxr,
maalinka tobanaad oo ah maalinka alle agti ka weyn maalmaha adduunka maalinka ugu weyn maalmaha adduunka wuxuu nabiga ku sheegay amba noogu sheegay acdamu alayaami cinda allaah yowma annaxr yowma annaxr marka intaas oo cibaadooyin oo kala duwan iyo cibaadaadka qofka uu sameeyo yacni qofka muslimka mu'minka cibaadaadka uu sameeyo oo ajirkooda la labalaabaayo ilaahay uu laablaabaayo yacni bacdamaa ay yihiin tobanka maalin ee ugu fadli badan min ayaami dunyaa maalmaha adduunka marka qofka muslimka ah waxaa sunno u ah inuu ku dadaalo alacmaalu asaalixa fii haadihi alayaam maalmahaas tobanka oo hadda aan ku dhex jirno oo yacni bilowga ah qofka muslimka ah inuu ka faa'iidaysto uu ku dadaalo acmaasha wan wanaagsan inuu ku dadaalo uu la yimaado fii haadihi alayaam uu ku dadaalo uu ku dadaalo sidaas ayaa sunno ah marka waxaa sunno ah adaa'u manaasiku alxaji waalcumra dadka allah tabaaraka wa tacaala u fududeeyey in yacni sidii loogu talagalay ay u gutaan yacni manaasigta xajka iyo cimrada tobanka maalmood dhexdooda in la badiyo qofka uu badiyo soonka tobankaas maalmood dhexdooda in salaada yacni qofka uu badiyo salaada waajibka ah uu jamaacooyin kaga qayb galo uu ku dadaalo salaadaha waajibka ayaga waa joogto qofka muslimka waxaa laga rabaa gaar ahaan qofka yacni ragga in masaajidada ay ku dukadaan masaajidada ay ku dukadaan ay ku cibaadaystaan jamaacooyinka ay ka qayb galaan sunnadana guriga lagu dukado wixii sunno ah waxaa fadli badan qofka muslimka inuu guriga ku dukado ayaa sunno ah marka in salaadaha la badiyo salaadaha sunnada gaar ahaan in la badiyo habeen iyo maalinba qofka uu ka faa'iidaysto inta uu ku dhex jiro maalmahan yacni maalmahan wixii ka dambeeya cibaadada in laga fariisanayo micnaheeda ma aha laakiin maalmahan bacdamaa ay yihiin maalmaha ugu fadli badan min ayaami dunyaa maalmaha adduunku maalmaha ugu fadli badan bacdamaa ay yihiin tobankan maalmood ee ugu horreysa bisha dilxij cibaadada qofka inuu labalaabo uu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa waxaa la rabaa inta tobankan maalmood uu ku jiro yacni takbiirta iyo yacni taxmiid wa tahliil wa takbiir in qofka uu yacni ku dadaalo oo cibaadada uu aada u badiyo waxaa ka mid ah inuu sadaqada badiyo sadaqada inuu badiyo ayaa laga rabaa qofka inuu sadaqada badiyo ayaa laga rabaa sadaqada inuu bixiyo tobankaas maalmood dhexdooda yacni qofka inuu fiiro gaara u yeesho waxa la wixii rabbi tabaaraka wa tacaala siiyey oo hanti ah tobankaas maalin dhexdooda maalin kastaba oo wax sadaqaysto maalin kastaba oo wax sadaqaysto si yacni fadliga kasoo arooray in alla tabaaraka wa tacaala cibaadaadka uu yacni laablaabaaya uu kaga faa'iidaysto in maalin kastaba uu sadaqo bixiyo xoolihiisa uu wax ka bixiyo qofka muslimka ah amba yacni maalmahan ha ku jiro amba maalmo kale ha ku jiro waxaa la rabaa mar kastaba wa anfiquu mima razaqnaakum qur-aanka aaday ugu badan tahay wixii ilaahay uu ku siiyey ilaahay uu kugu nafaqeeyey in yacni aad wax ka bixiso ayaa mar kastaba la rabaa laakiin si gaara qofka inuu ugaga faa'iidaysto inta uu ku dhex jiro tobankan maalmood dhexdooda sadaqada inuu bixiyo qiraa'atu alqur'aan qur-aan akhriska inuu labalaabo wixii uu akhri jiray maalmaha kale wax ka badan inuu akhriyo tobanka maalmood ee ugu horreeya yacni dhilxij inuu ku dadaalo anwaacu alkhayr wa anwaacu alcibaada cibaadada noocyadeeda kala duwan iyo khayrka noocyadiisa kala duwan inuu ku dadaalo uu kaga faa'iidaysto fadliga ay leeyihiin tobanka maalin ee ugu horreeya bisha dhilxij amba bisha carafo in badan oo soomaalida ka mid ah siday u taqaan bisha carafo
بشد الحج بشد الحج سدا لا سوتان waxay kamid tahay من اشهر الحرم يعني بلاها افرتا او يعني شارع او نوت المامي يعني ان يهين افر بلوده حرمه له افر بلوده فضل بدن marka laga yimaado bisha barakeysan ee soonka ramadaanka marka laga yimaado afarta bil waxa kamid ah dhulqicda waxa kamid ah dhulhijj waxa kamid ah muharram waxa kamid ah rajab rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban ayaa kamid ah saddex wa xariiraan midna kaligiisa wa xalaqadeenii sagaalaad ee mawduuceenii tacaliimta islaamka oo maanta aan ku soo qaadanay fadlu cashrul awaa'il min dhil xijja halkan ayaan ku simaynaa wa subxaanaka allaahumma rabbana wa bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaghfiruka wa atuubu ilayk.